وبعد المصيف رجعت لكم تاني. وبصوا انا النهارده هقول لكم على طريقه حلوه جدا جدا عملتها وحافظت بيها على بشرتي، وكمان عايزه اقول لكم من الاسمرار اللي انا طبعا اسمررته من الشمس او من البحر، الحمد لله بصوا رجعت جسمي كله للونه الطبيعي في بوصفه واحده وفي يوم واحد. يلا تابعوا معايا الفيديو النهارده عشان نشوف احنا عملنا ايه عشان نخلي بشرتنا زي ما هي ترجع للونها الطبيعي. اول حاجه حبايبي هعملها معاكم، انا معايا النهارده مكونات كلها من قلب المطبخ وسهله وبسيطه جدا. معايا النهارده اول حاجه هاخد معلقه من العسل، العسل النحل، وده مهم جدا في الوصفه بتاعتنا لانه بيخلي البشره صافيه جدا جدا. هاخد معلقه كبيره كده من عسل النحل اهو، تمام. ومعايا هنا بقى ميه الورد، هاخد 3 معالق من مية الورد اهو بالشكل ده. طبعا لو احتاجنا مية ورد هنضيف بقى على باقي المكونات، بس احنا هنعمل مع بعض الاول كده. هنبدأ بس ندوب العسل مع مية الورد ونفكه كده اهو، هيتفك معايا بكل سهولة. عايزة اقولك الوصفة دي اعمليها قبل ما تنزلي، يعني مثلا الناس اللي هتروح المصايف بقى قبل ما تنزلي في أشعة الشمس على البحر اعملي الوصفة اللي انا بعملها لك دي، تمام. وبعد ما تطلعي برضو يعني بعد ما تروحي برضو اعمليها تاني كده. انا دوبت العسل مع مية الورد اهو زي ما انتم شايفين. هبدأ اضيف بقى معايا هنا، هاخد معلقة من النشا او المايوزين او الكورن فلاور، تمام اهو. وهبدأ بقى اخلطها كده بالشكل ده. طبعا لو احتجت نشا هضيف تاني عشان انا عايزة القوام يكون مش متماسك قوي ومش سايب قوي. هضيف كمان معلقة كده مش كبيرة دي، نص معلقة، هاخد نص كمان. وطبعا هقولك ازاي بقى تستخدميها وازاي تحافظي عليها في التلاجة لمدة 3 ايام تستخدميها. لما ترجعي من اشعة الشمس او من البحر بقى هتشوفي بقى ايه بشرتك صافية جدا جدا. ببدأ اقلب كده تاني اهو. بصوا بقى انا مش عايزاها متماسكه، مش عايزاها زي كريم اهي، انا عايزاها كده. وهبدأ بقى ادهن بيها بشرتي. طبعا باي فرشه عندك هتبداي تدهني بيها البشره، تمام. بصوا زي ما انتم شايفين بتخلي البشره صافيه جدا جدا. لو ما عندكيش فرشه ممكن تستخدمي اي قطنه، هنجيب قطنه معايا هنا قطنه اهي، هبدا اغمسها كده اهو لان طبعا هو سايل مش متماسك قوي. وهبدا افرده كده على البشره كلها. عايزه اقولك ان ده بقى سيبيه على بشرتك كده ربع ساعه قبل ما تنزلي، هيحافظ على البشره. يعني انا بعتبره بديل للواقي الشمس اللي احنا بنحطه على بشرتنا عشان نحمي بشرتنا من الشمس اهو. بصوا وهتسيبيه ربع ساعة، بعد كده بقى بتبدأي تشطفيه عادي جدا بالمية. وبعد ما تيجي برضو من بره تحملي برضو تاني وتدهني بيه البشرة. طبعا ممكن تحافظي برضو على ايديكي وتدهني ايديكي، تدهني برضو كف يعني مشط الرجل كده عشان طبعا بتتعرض برضو لأشعة الشمس. انا عايزاكي بجد تستخدميه، يعني انا بعتبره بديل للصن بلوك اللي احنا بنضيفه على بشرتنا عشان يحافظ على البشرة من أشعة الشمس. عايزه اقول لك ان انا يعني كانت ايدي مسمره شويه، لكن الحمد لله لما دهنت منه بجد حافظ عليها ورجعت للونها الطبيعي خالص زي ما انتم شايفين. عايزاكم بقى تعملوا الوصفه دي وان شاء الله هتعجبكم باذن الله ونتيجتها بتبان من اول مره. ما تنسوش بقى تشجعوني باللايك وتشتركوا معايا في القناه وتزوروني في فيديو جديد مع جيجي. كل حياتي، باي باي.